بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 97 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تحت عنوان قاعدة شريفة، وهي أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول باطل، وهذا ظاهر يعرفه كل أحد، فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق لا على باطل. يبقى الكلام في أعيان الأدلة وبيان انتفاء دلالتها على الباطل ودلالتها على الحق هو تفصيل هذا الإجمال. والمقصود هنا شيء آخر، وهو أن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أعطي حقه وتميز ما فيه من حق وباطل وبين ما يدل عليه، تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه. وهذا عجيب قد تأملته فيما شاء الله من الأدلة السمعية ووجدته كذلك. المقصود هنا بيان أن الأدلة العقلية التي يعتمدون عليها في الأصول والعلوم الكلية والإلهية هي كذلك. فأما الأدلة السمعية فقد ذكرت من هذا أمورا متعددة مما يحتج به الجهمية والرافضة وغيرهم، مثل احتجاج الجهمية نفاة الصفات بقوله قل هو الله أحد الله الصمد، وقد ثبت في غير موضع أنها تدل على نقيض مطلوبهم وتدل على الإثبات، وكذلك احتجاجهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإنها تدل على إثبات الرؤية ونفي الإحاطة، وكذلك الاحتجاج بقوله ليس كمثله شيء ونحو ذلك. والمقصود هنا الأدلة العقلية، فإن كل من له معرفة يعرف أن السمعيات إنما تدل على إثبات الصفات. والمقصود هنا الأدلة العقلية التي يحتج بها المبطل من الجهمية نفاة الصفات ومن الممثلة الذين يمثلونه بخلقه، وعلى الأدلة التي يحتج بها القدرية النافية والقدرية المجبرة الجهمية، فإن هذين الأصلين وهما الصفات والقدر ويسميان التوحيد والعدل هما أعظم وأجل ما تكلم فيه في الأصول، والحاجة إليهما أعم، ومعرفة الحق فيهما أنفع من غيرهما. فنقول إذا تدبر الخبير ما احتج به من يقول إن القرآن قديم كالأشعري وأتباعه ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى وأتباعه وأبي المعالي وأبي الوليد الباجي وأبي منصور الماتريدي وغيرهم من الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية، لم توجد عند التحقيق تدل إلا على مذهب السلف والأئمة الذي يدل عليه الكتاب والسنة. وكذلك إذا تدبر ما يحتج به من يقول إن القرآن مخلوق إنما تدل على قول السلف والأئمة، ثم ذكر الشيخ حجج الفريق الأول فقال الحجة الأولى أنه لو لم يكن الكلام قديما للزم أن يتصف في الأزل بضد من أضداده، إما السكوت وإما الخرس، ولو كان أحد هذين قديما لم تنع زواله وامتنع أن يكون متكلما فيما لا يزال، ولما ثبت أنه متكلم فيما لم يزل ثبت أنه لم يزل متكلما، وأيضا فالخرس آفة نزه الله عنها. والحجة الثانية أنه لو كان مخلوقا لكان قد خلقه إما في نفسه أو في غيره أو قائما بنفسه، والأول ممتنع لأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث، والثاني باطل لأنه يلزم أن يكون كلاما للمحل الذي خلق فيه، والثالث باطل لأن الكلام صفة والصفة لا تقوم بنفسها، فلما بطلت الأقسام الثلاثة تعين أنه قديم.
ثم بدأ الشيخ رحمه الله ينقض أقسام هذه الحجة، فقال: أما الحجة الأولى فهي تدل على مذهب السلف، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء، فيدل على أن نوع الكلام قديم، لا على أنه لم يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا أن الكلام شيء واحد قديم. فتبين أن الأدلة العقلية الصحيحة من جميع الطوائف إنما تدل على تصديق الرسول وتحقيق ما أخبر به، لا على خلاف قوله، وهي من آيات الله الدالة على تصديق الأنبياء التي قال الله فيها: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وهي من الميزان الذي أنزله الله تعالى إلى أن قال رحمه الله: وأما ما يدعونه من الكلام النفساني فذاك لا يعقل أن من خلا عنه كان ساكتا أو أخرس، فلا يدل بتقدير ثبوته على أن الخالي عنه يجب أن يكون ساكتا أو أخرس. وأيضا فالكلام النفساني الذي أثبتوه لم يثبتوا ما هو بل ولا تصوروه، وإثبات الشيء فرع عن تصوره، فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو سعيد ابن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة، لا يذكر في بيانها شيئا يعقل، بل يقول هو معنى يناقض السكوت والخرس، والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام، فالساكت هو الساكت عن الكلام، والأخرس هو العاجز عن الكلام، أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن الكلام. وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس حتى يعرف الكلام، ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس. فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه، بل هم في الكلام يشبهون النصارى في الكلمة وما قالوه في الأقانيم والتثليث والاتحاد، فإنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا يبينونه. والرسل عليهم الصلاة والسلام إذا أخبروا بشيء ولم نتصوره وجب تصديقهم، أما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به، وإلا كان قد تكلم بلا علم، فالنصارى تتكلم بلا علم، فكان كلامهم متناقضا ولم يحصل لهم قول معقول. ولهذا كان مما يشنع به على هؤلاء يعني الأشاعرة أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام كلام الله وكلام جميع الخلق بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقد قال طائفة إن هذا ليس من شعره، وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية أو مسمى الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل، دع أن يكون شاعرا نصرانيا اسمه الأخطل، والنصارى قد عرف أنهم يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل. وبهذا القدر تنتهي هذه الحلقة، فإلى اللقاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.